الاهلي النهارده بشكل رسمي خسر الدوري موسم 2021-2022 للموسم الثاني على التوالي، زي اي فريق كبير في العالم ممكن يخسر شويه بعد ما بيكسب كتير. خساره الدوري عمرها ما تبقى نهايه العالم، خصوصا واحنا بنتكلم عن الاهلي اللي دولابه مليان بطولات. خساره ممكن تكون دافع لقدام يرجع بيها الفريق يحصد بطولات ويعمل انجازات زي العاده. المهم ان الاهلي يحط ايده على اخطاء حصلت ويدعم الفريق بلاعبين تساعد الفريق في المستقبل. الخساره تزعل جماهير الاهلي اكيد، بس ثقتهم في ناديهم تخليهم يتفائلوا جدا باللي جاي.